برحب بحضراتكم. وزي ما عقدتكم قبل الفاصل، احنا طول الوقت بنكون معنيين في صباح انا ان احنا نبص من زوايا كتير قوي. ممكن زاويه تكون فن، وممكن زاويه تكون تعليق وكومنتات بتتكتب سواء على تويتر او على فيسبوك. المهم لما نحب نشخص حاله ونفهمها، اذا ما كانش فيها معلومه شبه مؤكده على الاقل، ما فيش فيها جزء من وثيقه، وبقول جزء مسرب، ما بنملش الفكرة انه نروح للاراء اللي ما احناش عارفين مرجعيتها ايه. واحنا بنجهز نفسنا لحضراتكو، وخاصة في التوقيت اللي احنا فيه ده، لقينا عندنا فيلم تسجيلي اسمه المندس. الفيلم ده خد نسبة مشاهدة 2,200,000 على اليوتيوب. الحقيقة الفيلم ده عملته الجزيرة مباشر مصر في 31 مايو الماضي. طيب الفيلم ده ليه حظى بنسبة المشاهدة دي؟ ليه اسمه المندس؟ ليه الجزيرة مباشر مصر تعمله وتصرف عليه؟ وإيه حكايته؟ طيب وإحنا بنذاكر كمان علشان نحاول نلاقي إجابات علمية للأسئلة، اكتشفنا أشياء تانية مهمة قوي إحنا نقدر نعمل منها المدخل. بس علشان يشاركونا ضيوفنا المدخل مع حضراتكم، خلوني أرحب بيهم في البداية، وأرحب بالمهندس مروان يونس مستشار التخطيط السياسي، وكمان الأستاذ مصطفى حميد. خلونا نتفق كده في البداية، إحنا وقعنا برضو على تقرير مش من إنتاجنا ولا إحنا اللي عاملينه. الفيلم الجزيرة مباشر مصر اللي عاملاه، والتقرير عامله موقع إخباري إماراتي اسمه موقع 24. هنعرض إحنا قدام وجهتين نظر. وجهة النظر الإماراتية كيف قرأت فيلم الجزيرة مباشر مصر، ودول مش مصريين، وعندنا المنتج بتاع الجزيرة مباشر، وعندنا العقل المصري كيف سيعيد قراءة ده مع ربطه بالواقع. هستأذنكم مع السادة المشاهدين نشوف هذا التقرير اللي بننقله لحضراتكم عن موقع 24 الإخباري الإماراتي حول فيلم المندس اللي أنتجته قناة الجزيرة مباشر مصر. ليه اتنكرت؟ اتنكرت عشان ممكن يكون في حد من المتظاهرين أنا أكون أعرفه شخصياً. هل في كاميرات بتستخبى؟ ابتديت ان انا ايه انزل واشوف، واقف من بعيد واشوف ايه مين اللي هيعتدوا عليا. طبعا الداتا بقت كبيره جدا، عدد الناس كتر، الناس المهمه كنت بطبعهم وابتدي اعلق الصور دهيت على البورد عندي. انه المندس، البطل الاسطوري الذي قدمته قناه الجزيره في الفيلم الوثائقي الذي نشرته منذ ايام، والذي تمكن وحده من جمع صور اكثر من 1400 مشتبه في المظاهرات، وتمكن وحده هو دون مساعدة أحد من فضح شبكات لا شبكة واحدة من البلطجية في مصر الذين كانوا يهاجمون مظاهرات الإخوان، والذي اكتشف هو وحده بالأدلة أنهم مربوطون جميعاً بفلول نظام مبارك وبالجهاز العسكري في الوقت نفسه. إنه لبطل عظيم حقاً. وحده تمكن من اللعب على كل أجهزة الدولة على مدى عامين، ومن التخفي بأكثر من مظهر لتصوير المشتبهين، لأن الأمن المصري ليس بهذا الذكاء كما يقول. بص، هو الأمن عندنا مش بالذكاء ده، ولكن طبعا لازم الشباب ياخدوا احتياطاتهم. وليثبت أنه حقا فرد لا علاقة له بأحد، وبأنه أراد توصيل الملفات التي جمعها إلى قصر الرئاسة بعد استلام محمد مرسي الحكم. ابتديت أشوف صحابي اللي ليهم علاقة بالإسلاميين، لقيت واحد صاحبي كلمته، هو كلم حد، طبعاً أنا مش هقول اسمه. هو كلم أحد له علاقة بالإسلاميين، وهذا الأحد هو من اتصل بجماعة الرئيس أي بالإخوان
أي أن لا علاقة مباشرة له نهائياً بأي من الإخوان، لا بل أنه كان خائفاً منهم. طبعاً أنا كنت يوميها مرعوب، أولاً أن أنا طبعاً خايف من الإخوان. ولكن هذا ذكي جداً، ومثله قناة الجزيرة التي أعدت له فيلم احتفالي ببطولته لم يتنبه لما كتبه هو منذ عامين في 13 من أغسطس 2012 على صفحة نشطاء العسكر على الفيسبوك التي اعترف بأنه هو منشئها، معلناً عن تسليم الملفات لرئاسة الجمهورية. نشكر كل من ساهم معنا في جمع المعلومات من صحفيين وثوار وشباب محب لمصر حاول معنا في البحث عن معلومة. ولكن ألم تقل بأنك كنت وحدك؟ تعمل بمفردك؟ طبعاً القصة مش مجرد أن أنت معاك شوية صور وبتحولها، لا، الفكرة أن أنت أن أنا كمهند متأكد أن الشخص ده هو الشخص ده. تأكدت منين؟ لما بنزل على الأرض وأشوفهم على الحقيقة ابتدي أتأكد ده هو ده. وفي نهاية النص يقول: والعصفورة ناشرت الخبر على الرابط التالي، أي أن هذه العصفورة سبقت المندس في نشر الخبر بقليل. من هي هذه العصفورة؟ وما هو رابطها؟ إنه حساب هدهد الديوان. من هو هدهد الديوان؟ هو حساب أنشئ في يوليو 2012، أي بعد أن تسلم محمد مرسي مباشرة الحكم. ذكر في بيان إنشائه الفيسبوكي بأنه ينقل أخبار الوزارات والدواوين والقصور، ليتبين أن أخبار هذا الهدهد ليست سوى تلميع صورة الرئيس مرسي. مرسي يتدخل لإنقاذ شركة، مرسي يسافر على طيارته الرئاسية ويصر على كلفة سفرها، ولكن هذا الهدهد يتوقف عن الطيران مع سقوط مرسي ليكن آخر ما نشره في 2 يوليو 2013، مما لا يدع شكا بأنه نتاج الجهاز الإعلامي للإخوان. إذن المندس والهدهد هما المصدران الوحيدان والأولان الناشران للخبر بالتوقيت نفسه تقريبا. ما هذا التنسيق العالي بين حملة المندس التي يدعي مهند جلال بأنه يديرها لوحده وبين هدهد الإخوان، وأيضا بين حملة نشطاء عسكر التي اعترف بإنشائها هي الأخرى والتي تحولت إلى صفحة تتطابق تطابقا كاملا مع سياسة الإخوان؟ ولكن السؤال الأغرب: كيف قرر هذا المندس أن يكون مندسا من أول يوم من الثورة المصرية، حيث أن تاريخ إنشاء حساب المندس عبر الفيسبوك يعود للخامس والعشرين من يناير 2011، في حين أنه قال في الفيلم التوثيقي بأن قراره بالتحول من ناشط إلى مندس حصل في 23 من يوليو 2011، أي بعد نحو 6 أشهر من تاريخ إنشائه حساب المندس. لغاية لما وصلت الأحداث العباسية الأولى اللي هي كانت في 23 يوليو 2011، من بعد اليوم ده هو قررت ان انا كل اللي انا عملته ده مش هو ده دوري الحقيقي في الصور، دوري الحقيقي مختلف عن كده. حساب المندس لم يفعل سوى بعد عامين في 24 من ديسمبر 2013، وكذلك صفحة نشطاء عسكر. أليست ذراع إعلامية مخابراتية هي التي تفتح حسابات احتياطية متعددة وتقرر تشغيلها في الوقت المناسب؟ ولكن من هو المندس؟ من الغريب جداً أن الفيلم التوثيقي الذي أعدته الجزيرة والذي بحث في كل شيء لم يبحث في من هو هذا البطل، لا بل أنه في المقابلة التي أجريت معه في اليوم التالي لم يسأله مذيع الجزيرة سوى عن عمله. أنت شغال إيه بقى؟ أنا كنت بشتغل مهندس كمبيوتر في شركة ياهو إيجيبت، وياهو قفلت مكتبها في مصر بعد الانقلاب. صحيح. وانت ده ما زالت وظيفتك لحد دلوقتي ولا؟ لا لسه، يعني لسه بدور على شغل يعني. إذن يكتفي محاور الجزيرة بالتعريف عنه على أنه مهندس كمبيوتر، وكأنه بذلك يبرر عبقريته المفترضة دون أن يسأل السؤال البديهي جدا عن بطل بهذا الحجم. ما هي انتماءاته السياسية؟ مهمتي ان انا بتظاهر قدام وزارة الدفاع، دوري الحقيقي مختلف عن كده. كل اللي انا حكيته ده بقى كوم، واللي انا ابتديت اعمله بعد كده بقى حاجة تانية خالص. شغلتي تعتبر انتهت على هذا الامر. ومن يقصد بنون الجماعة التي استخدمها مرارا في الفيلم؟ ليه ما يبقاش فيه شباب مننا؟ بس اولا هم ناس مش عارفاهم فبيدخلوا في وسط مظاهراتنا. ابتدى بقى السباق الرئاسي
ومناظرات ومش عارف ايه، وابتدينا احنا في الفتره دي كنت انا في اي حال فان صفحاته الاجتماعيه الخاصه مليئه بما يشير الى اخوانيته في الحد الادنى، وهذا يعود حتى للايام الاولى للثوره. وبما ان انتماءه الاخواني واضح، هل يعقل أن يكون هناك إخواني غير منظم، خاصة إذا كان يمتلك كل هذه الإمكانيات العبقرية التي تضاهي جيشاً من المخابرات؟ أما بالانتقال إلى المعلومات نفسها التي كان يعرضها عبر صفحات نشطاء عسكر ومندس، والتي يقول أنه أوردها في الملف الذي سلمه لرئاسة الجمهورية، كيف يعمم بهذا العدد الكبير وبطريقة تهويلية صفة البلطجية؟ فعدى عدد محدود جداً لحالات مصورة قد تكون دليلاً على تورط البعض في البلطجة، غير أن صفحة مندس كانت مليئة بالتحريض على وجوه جريمتها أنها كانت تؤيد الجيش أو تؤيد الجيش ونظام مبارك في الوقت عينه، متجاهلاً أن هناك فئة غير قليلة من المجتمع المصري تجمع بين التأييد لمبارك والجيش في الوقت ذاته. كيف يحول كل هؤلاء إلى بلطجية في لعبة مشهدية لا غير؟ ما هذا التهويل العددي الذي أوقع فيه المشاهدين؟ فقط من أجل أن يثبت فكرة واحدة هي فساد المؤسسة العسكرية؟ هذا عدا الغرائب الكثيرة في الرواية نفسها، فكيف يكتشف أن مسحول الاتحادية هو أحد عملاء الأجهزة الأمنية، في حين أنه سحل في أحداث الاتحادية وكان سحله دعاية كبيرة ضد العسكر؟ هذا عدا روايته الغريبة عن فقدان أول فيلم يصور إطلاق الأمن للرصاص على المتظاهرين، لكن أحد المتظاهرين المدسوسين نزع منه الكاميرا والفيلم. وقفت في وسط المظاهرين وقعدت اقول صورتكوا هتتفتحوا، مش عارف ايه، بصوت عالي جدا. ما هذه الرواية التي لا تتكئ سوى على رسوم في فيلم حرص التأكيد على الوثائق؟ إنها بلا شك محاولة إطفاء الإثارة على الفيلم البوليسي المعد. إن دي كانت أول مرة أنسى إن أنا أبدل الميموري كارد. ولكن حتى روايتها تبدو غير منسقة تماماً. كيف يقول بأنه صور إطلاق الرصاص عندما كان إلى جانب العسكر، ثم انتقل إلى الجانب الآخر إلى حيث المتظاهرين الذين يطلق عليهم الرصاص، وكان بينهم بلطجي انتزع منه الكاميرا؟ بلطجي يعرض نفسه للرصاص؟ كيف يبرر ذلك في هذه الرواية الخيالية؟ طبعاً أنا جالي حالة من الذهول. في أي حال ليس ذلك بجديد على الإخوان، فمن بإمكانه الوثوق بروايات الإخوان بعد فيلم الفيديو الذي فضح تدبيرهم لصور مفبركة عن قتلى وجرحى في تظاهرة سلمية لهم؟ كيف تتبنى الجزيرة فيلماً كهذا وتروج له بكل قواها، وكيف تجعل نفسها منبراً لتحريض الشعب المصري على أن يتحول كله إلى خلايا مخابراتية؟ لا بل كيف تقبل قطر أن تكون أرضها منطلقاً لعمل استخباراتي ضد دولة مصر؟ فمهند جلال الذي على ما يبدو ليس سوى واجهة إعلامية يعلن من قطر بأنه في صدد إنشاء فريق سري جديد للمندسين في مصر، ويوجه الدعوة لمن يرغب في المشاركة. فعلى ما يبدو انتقل إلى قطر منذ مدة واستقر فيها، وكما تكشف إحدى تغريداته كان بصدد فتح حساب بنكي فيها بداية هذا العام. إذن فإن قطر تتبنى وربما أكثر من ذلك مشروع الإخوان الاستخباراتي ضد الدولة المصرية. أليس ذلك اعتداء على السيادة الوطنية المصرية؟ كيف تحول قطر نفسها مكاناً للدسائس والمؤامرات على الدول؟ لمصلحة من تفعل ذلك؟ مهند، أنت دورك مندس انتهى؟ الحقيقة مش هقدر أخبي انبساطي بالجهد وبالبنت اللي بتقرأ الناريشن، شيء بديع، ودي هي المهنية والاحتراف في الأداء، لأنه إذا قدرت تخلينا نجيد الإنصات والطريقة بتاعة التجميع، فدي توصية لكل اللي بيشتغلوا الشغلانة دي،
وقد ايه لما يبقى مطلوب ان احنا ندي شعور ساخر. الصوت كان بيضحك كمان، المحتوى فيه دهشة تجميع الاشياء قدامنا، والجميل ان بلغتها الاماراتية مش من عندنا خالص. طيب الحقيقة انه الكارثة ان مهند مصري اللي اندست بينا، واللي كان بيلعب كل الادوار، ينط على الرصيف هنا فيقف موقف الامن من وجهة نظره، وينط على الرصيف اللي في النص فيبقى مع البلطجية اللي احيانا يلصقهم بالامن ومرات يلصقهم بالمتظاهرين، ولما يقرر يبقى واحد من الشعب يخلع جلده القناع، ما احنا في مرحلة سقوط الاقناعة، علشان يدخل يندس بين المتظاهرين. هل يا ترى المتظاهرين دول كانوا اللي نزلوا بحماس الشباب في 25 يناير عندهم حلم بالتغيير، ولا اللي ركبوها وقرروا يسوقوها بداية من التفاوض تحت الترابيزة مع كل القيادات والأجهزة وصولا للقصر الرئاسي؟ الحكاية واضحة قدامكم، بس خلونا نحطها بمفهوم التخصص، بمفهوم الفن كمادة تسجيلية، بمفهوم استخدام الإعلام كواحد من أدوات حروب الجيل الرابع على رأسها، علشان نفهم. لأنه من كرم ربنا علينا أنه هيجيلنا حاجات كتير في الأيام الجاية عشان تفك شفرة اللي لسه في ناس مش قادرة تفك شفرته. خلوني أبدأ من المهندس مروان. الحقيقة أنا حابة في البداية أسمع منكم تعليق على التقرير وعلى فكرة المندس، وخاصة جملة النهاية لما قال دورك انتهى. زين بيقول له دورك انتهى مهند، دورك انتهى. فهل لحظة المندس خلصت واللعبة على المكشوف؟ لأن ده اللي هيعمل لي الإسقاط السياسي. نسمع. وما نيجي نبص لأي عمل سياسي لابد نقرأ اللحظة اللي هو طلع فيها العمل السياسي عشان نعرف المغزى بتاعه إيه. إيه اللحظة اللي بنمر بيها اللي طلع بيها فيلم المندس يخاطب الجماهير؟ هي لحظة بدأت الإخوان المسلمين تفقد العلاقة ما بينها وما بين الثوار، تحولوا يعني الناس اللي هم ضد حمد الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدوا يتحولوا ان هم يبقوا مجموعتين منفصلتين. فالفيلم اساسا طالع ليه دلوقتي؟ ما احنا القصص كلها قديمه. طالع عشان يعيد الربط بين الاثنين ويجهز لما هو قادم. في حاله ان انا ارجع افكر الناس باللحظه دي وادي الحق للمجموعه دي، واللي هو الفيلم كله معتمد على نظريه الحق المطلق للجماعه دي، يعني في عنف اي حاجه بتحصل انا كل ما اقوم بيه شرعي وجيد وسليم، واي حاجه بتقوم ضدي دي هي الاجرام والبلطجه والكلام زي كله زي ده كله. فهو الفكره الرئيسيه ان هو ابتدى يحس ان في انفصال عنده في الشارع، والانفصال ده نهايه جماعه الاخوان المسلمين، لان مش هيبقى ليها اي غطاء مدني في يوم من الايام. الحياه مش قادره تعمل اي مستوى الحشد، وابتدت الحشد يعني. بتاعها للمواطن البسيط بيرى الراجل ده ب 50 جنيه والراجل ده ب 200 جنيه، الدنيا بقت واضحه للمواطنين العاديين. فعاوز يبدا يعمل ربط ويخلق قضيه تربط الاثنين ببعض. فلقى ان قضيه 25 يناير والتي تم خيانتها، وتلاقي الفيلم كله بيتكلم على خيانه 25 يناير اللي هي من اول يوم كانت مخططه. يعني تلاقي في مضمون الكلام اصل هم كانوا ناويين يعملوا كده، بعد كده ده اللي عرفناه في الاخر. الراجل مهند ده نفسه بالزبط. الحساب بتاعه تاريخه 25 يناير. انا من نيجي لقطه الحساب دي ليها عندي ليها تعليق تاني برضو مهم جدا. فهو المشكله السياسيه اللي عنده، انا عاوز اجمع الكتله دي واديها طاقة حركة وأبدأ أتحرك بيها بعد كده وأبدأ يدخل إليها شرائع. الكتلة دي فيها عيب قاتل إن هم على خطأ ويعلمون أنهم على خطأ كثير منهم، بس عنده مستمر في التوجه ده ما عند تحت السن. دعاوي بالظبط تحت السن تحت دعاوي الدم حاجات زي كده، فأخلق لك أي بوابة تعود بيها للمقاومة في يوم من الأيام أو الإحساس بالخيانة، وأدي لك أي حاجة تشرع عليها اللي أنت ناوي تعمله بعد كده حتى لو كذب. يعني الحاجات اللي شفناها في الفيلم والله يعني سياسياً مش لاقي مفاجأة، يعني قاعد اتفرج فين المفاجأة؟ فين القصة؟ عند حضرتك مفيش مفاجأة، بس في دهشة. هم هيخترعوا المفاجأة لنفسهم عشان يبدأوا ينضموا ويحطوا شيك هاند تاني ويسلموا على الإخوان ويقفوا معاهم. فدي اللحظة السياسية. بس ده الفيلم، التقرير في سياقه. لا ما كانش تقرير الإماراتي. ده حاجة صراحة جميلة جدا. ووضح فيها نقطتين هامين قوي في التقرير اللي لازم ناخد بالنا منهم، النقطة اللي ختم بيها. المجموعة اللي هم رصدوهم دول. كويس. يا جماعه الناس دي خصماء سياسيين، انت عاوز تقول لي ان 25 يناير ما كانش واحد بيحدف طوب، ما كانش واحد بيزعق، ما كانش واحد قائد للمظاهره، ما فيش واحد قائد للهتافات، ما فيش واحد اسمه امن كان بيقف بره الميدان واقف بالسيف عادي جدا. خلينا نبقى واضحين. الطرف الاخر السياسي كان عنده بعض الناس المحركين للاحداث. انت ما تعرض الكلام ده للاسف
في حاجه في منتهى الخطوره ولازم الامن يتحرك. انت بتشرعا بعد ما عملت الكوره دي رده الفعل العنيف وحتى قصاص من الناس اللي انت حاطتهم معاك على الصور. حلو حلو، هنروح للتفاصيل الكتيره دي، بس خليني ارجع بقى للفني. يعني المهندس مروان خدني سريعا للسياسي، وانا الحقيقه كنت لسه حابه في البدايه بس اعمل الارضيه. ندخل للمدخل الفني، هنبدا من الفيلم ونأجل شويه الحديث عن التقرير اللي احنا عرضناه. تمام. خلينا هبتدي من كلام المهندس مروان. المهندس مروان في ان الاخوان المسلمين فقدت السيطره. الفيلم معمول عشان زي فكره التوقيت، ان انا انزل في توقيت الانتخابات المصريه شغاله، ان انا عايز الدوله دي تسقط ما يبقاش في الدوله المصريه، المخطط اللي هم شغالين عليه. طيب انا هعمل ده ازاي وانا عندي الاخوان فقدت السيطره على الشارع وما عادش عندها مصداقيه؟ ابتدي ان انا اعمل عمليه الحشد عن طريق فيلم يكشف للناس حقيقه الـ 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 الرئيس اللي هو جاي من خلفيه عسكريه اللي هو الجيش. فقام الفيلم اتعمل بسيناريو متقن جدا. اول حاجه هنلاقي بيجيب لنا بدايه الحكايه، هو بيحكي لنا مهند بيحكي لنا بدايه الحكايه جت معاه ازاي. هي هو ما نزلش من يوم 25 يناير، ده نزل من يوم 28 يناير. اذا انت عارف يوم 28 يناير ايه اللي هيحصل وانت نازل تغطي ده، الا لو انت فعلا من الصوار كنت نزلت يوم 25. بالظبط، دي اول نقطه. النقطه الثانيه لما جه بيكلمنا في نقطه التحول في رصده للاحداث وتتبعه للاحداث. تمام. طيب هيجي بقى نقطه التحول، هنا اعقبها شيء مهم جدا. انا دلوقتي عايز احقق الهدف بتاعي، ايه هو؟ ان انا اصور ازاي الجيش ده مش امين، وان الجيش ده بيتعدى ضد حقوق الانسان وبيتعدى حقوق الانسان وجهاز الشرطه. فهنلاقي ان هو جه تعامل مع كل جهاز منهم على حدة. فهنلاقي جاب لنا احداث العباسيه اللي هي خاصه بالجيش، وزاره الدفاع. وزاره الدفاع مظبوط. وبعدين احداث السفاره الاسرائيليه في 9/9/2000 عشان يجيب الداخليه. بالظبط. فكده اداني صوره عن الجيش بيتعامل ازاي. وهنلاقي حتى هو جايب كلام في احداث العباسيه، وجايب اشخاص. يعني لما يجي مثلا مصور ظابط وبيجي يقول ان العميد ممدوح ابو الخير مثلا، الراجل ده هو اللي اتكلم عننا، والراجل ده اللي كان بيقول ان احنا واخدين تمويلات، وهو اللي كان جايب البلطجيه، هو كده بيشوه الجيش. في احداث السفاره الاسرائيليه عمل الرسم الكاريكاتيري اللي ادعى فيه ان هو كارت الميموري ناس بلطجيه خدوه مني، وان انا كنت بتحرك من اليمين للشمال بكل سهوله. وكان يعني كاننا ما قالهاش على الهواء وشفناها. بالظبط، يعني كان مسرح العمليات كان خالي، كان فاضي، وهو الراجل السوبرمان اللي بيتحرك براحته ومفيش اي حد يقدر يقول له انت رايح فين. بس فجاه حد اتحرك تجاهه وخد الميموري. ده كل ده يعني ده بالنسبه لي فنيا. لو حضرتك بتتكلمي كفن او كقدام ماده سينمائيه، ده بالنسبه لي اي كلام. كل ده طبعا كده. لانه ما بنالوش، يعني ما فيش مصداقيه، خاصه زي ما حضرتك قلت ان احنا شفنا الاحداث. طيب هيبتدي يجمع بقى دلوقتي. هو قدم لي الشرطه وقدم لي الجيش. طيب هيجمع بقى ما بينهم. الجامع فين؟ احداث ماسبيرو واحداث محمد محمود، احداث مجلس الوزراء. فبالتالي هو عايز بيولد عند المشاهد حاله من الكره للجهازين دول، للجيش ككيان ولجهاز الشرطة. يعني احنا كده قدام محاوله استدعاء التاريخ واللحظه للتعامل مع نتائج الكتله دي اللي هو عايز يستدعيها مره تانية للمشهد. بالظبط، اللي هي فكره المجموعات الشبابيه القادره على الحشد والتواجد اللي هو ما بقاش قادر يتعامل معاه. وفي نفس الوقت هو بيبني لهم صور بالقص واللزق مغلوطه علشان يساعد على انه يؤجج جواهم الرغبه مره تانية في النزول. صح كده؟ بعد اذن حضرتك ده كده مظبوط، بس في حاجه تانية. هو بيعمل عملية استثارة بجانب دون ان توليد حالة الكره ضد الجيش وضد الشرطة. هو بيعمل حالة استثارة للناس ان انتوا قوموا وتحركوا واعملوا اعمال تخريبية واعمال تجسس ضد لكم وضد الجيش والشرطة. ودون عن طريق فكرة السوبرمان ان هو ظهر بيها، ان هو عمل كل حاجة وكأنه جهاز مخابرات متحرك على الارض. تمام. طيب فكرة الاستثارة دي لعب عليها منين؟ لعب عليها من فكرة الميدالية
والساعة اللي هو ممكن تجيبها وتتجسس حط فيها كاميرا فهو بيلعب برضو هنا على مجموعة معينة من الشباب. هو بيلعب على سن معين، هو اللي عنده الرغبة ان هو يبقى البطل، ان هو يبقى اللي يقدر يعمل كل حاجة. في حين ان احنا لو بصينا للفيلم هلاقي ان الشخص ده شخص كذاب. اولا الرسوم التوضيحية اللي احنا قلنا اللي هو عاملها في طب خليني اقف معاك بس هنا شويه وارجع للمهندس مروان، لانه الحقيقه كده الصوره بتكتمل، صوره الفيلم بالاساس، فكره التوقيت بتاعته وفكره العناصر اللي هو عايز يخلق منها الحبكه الدراميه، الحدوته، عايز يحكي حدوته. بس كمان النقطه المهمه فكره المراحل العمريه اللي بيشتغلوا عليها. لو خدنا ده واسقطناه على اللي احنا بنعيشه، خليني اقول لك ان انا مثلا وانا بحاول اتفرج على حاجات كاس العالم وقعت قدامي بعض القنوات اللي انا ما اعرفش عنها حاجه، وواضح انه ما بيتمش الترويج ليها، فالاقي قناه اسمها الشرعيه كل اللي بتقدمه بذاءات وتجاوز لفظي وكده. طب ده تحت الشرعيه انتوا بتشتموا، بس مين هي المرحله العمريه بتاعه الفيلم بتاع مهند؟ انا شفت شباب الالتراس اللي احنا بنشوفهم، العيال الصغيره دي وكلهم لابسين تيشيرت لون واحد ومكتوب عليه مرسي، وازاي الهتافات اللي احنا بنشوفها مكتوبة على الجدران. في رأي حضرتك مهند شخصية حقيقية وعاشت التجربة، ولا كل ده كذبة كبيرة علشان يقدموا، لانه يعني وربنا وقعهم في الفخ يعني انه ما نزلش من 25 وانه نزل يوم 28، مش ده برضو معاد نزول الاخوان؟ صح. اول حاجه مهند عاش التجربه ولا لا؟ مهند كان في الميادين انما لم يكن بقرب من اي حدث بشكل كافي او بشكل كبير. ليه بقى؟ احنا في بعض الاحداث الهامه جدا، ان انت لو انت من اللي انت بتصنف نفسك الثوره اللي هو الف اي بلس زي ما بنقول، لابد هتكون قريب منها. مش ممكن ان انت تكلمني على احداث ماسبيرو وتستدعي فيديوهات موجوده بالانترنت واليوتيوب وينزل في التلفزيون المصري. مش ممكن تكون في احداث محمد محمود وتجيب لي فيها ثلاث لقطات طويله فيهم ست ثواني. فمنين انت جبت الساعه وجبت الكلام الكاميرا؟ فين شغل الكاميرا بتاعتك؟ فين شغل المحترفين؟ انا عاوز اشوف بقى اللقطه اللي اقول يا انا عمري ما شفت الموضوع ده. كل اللقطات دي كلنا شفناها قبل كده. حتى ما بيجي يستدعي الكلام تحس ان واحد هو مش مهم عنده الحدث الرئيسي، هو مهم عنده رساله. يعني حاجة عاوز يفوتها بيفوتها، عاوز يفوت محمد محمود في كلمتين يفوتها لك في كلمتين، عاوز يستدعي ان عشان هم اتبروزوا فيها انهم كانوا اندال. ماشي، اكتر ناس هو بيقول لك الشرطة القاتلة بتطلع تضرب علينا وتخش، كل شهداء اللي هم بيدعوا انا ضد اقتحام اصلاح حكومية ولو ضرب عليك نار انت مش شهيد ولا حاجة. هو لنفرض ان هو في وجهة نظرهم ان ده حاجة خير. طب انت اكتر شهداء حصلوا بالنسبة لك يعني في وجهة نظرك فين؟ عند وزارة الداخلية، والشرطة كانت بتضرب نار وحقها على فكرة، إن محدش يخش وزارة الداخلية ده عادي. فين الحادثة دي؟ أنت جاي تجيب لي حادثة حد حادثات تانية وتقعد تركبهم لي تقول الشرطة ضربت نار في مش عارف السفارة الإسرائيلية والكلام الفارغ ده. بس في لقطة معينة كده في الفيلم اللي اتكتب عليها نصاً كده إن دي كاميرا مهند، لقطة من كاميرا مهند. طب أنت إزاي بتنتج فيلم وأنت نازل تندس وتشتغل عليه وبتعمل لي لقطة؟ اللقطة اللي هي كان قال لك أنا علقت الكاميرا ومشيت في المظاهرة ومحدش شافني وبتاع. الوقت ده بقى في بعد سبيرو ده كان الجيش بينظف، يعني انت ما كنتش موجود جوه الاحداث اساسا، ده انت جيت متاخر. طب انت حاطط كاميرا مهند وعامل القصه اياها دي، ما كنتش ليه في اول الاحداث موجود؟ ما فيش لقطات في النص، جيب لي لقطه بعد ما المظاهره انفضت والناس بتنظف في الشوارع ومش عارف ايه وماسكين واحد واقع هنا ومش عارف. ما فيش حتى اللي هو زي ما بنقول ايه صراع موجود. فهو ما فيش مهند مش بطل، مهند راكب على الحدث وبيجمع لقطات عشان يعمل الرساله السياسيه فقط لا غير. الرساله السياسيه دي مشكلتها ايه بقى؟ انا عاوز ادي مثال وبديه كتير للناس ويا ريت الناس تاخد بالها منه، ان هو بيخلق حاجه اسمها خلق الوعي الكاذب. كويس، الوعي الكاذب عاوز يعمل عند الناس وعي كاذب ان في مظلوميه ما حصلت. الوعي الكاذب ده فين؟ واضح تماما في مظاهرات الجامعه، الناس بتتظاهر الشباب اللي هناك على عوده الحرس الجامعي وممارسات الحرس الجامعي، محدش فيهم شاف الحرس الجامعي. يعني تخيلي كل الضحايا دي وكل الخناقات دي وكل اللي بيحصل ده محدش شاف الحرس الجامعي كان بيعمل ايه، ان هم كانواش في الجامعه. مبارك كان 2011 حضرتك في يعني اللي في بكالوريوس فيهم النهارده حضر في جامعه مبارك 6 اشهر، مش 6 اشهر، 3 اشهر، شهرين. منين بقى خلقت عندك كميه صورة المظلوميه الرهيبه دي من حاجه وحش في الغيبوبه، وحش مش في الصوره عندك. ديناصور، في ديناصور، ديناصور ما اسمه حرس الجامعه اللي بيعذب وبيضرب ومش عارف ايه. حرس الجامعه كانت كل مشكلته لو تتذكري تعينات الاساتذه واتحاد الطلبه، خد بال حضرتك، وكان في النص بيعمل ايه خناقه بيفضها كلام زي كده. هو ده الوعي الكاذب، بيعمل لك عند الناس وعي كاذب. مين بقى اللي بيخاطبهم؟
هم الشباب الصغير بتاع الارض اللي اتكلمتي عليه. انا عاوز 16 سنه هرجع لها هرجع خالص. للمرحله دي بس عايزه اشوف فنيا لاي مدى استاذ مصطفى حضرتك متفق مع فكره انه يعني طول الوقت اصل هي لفتت نظري كلمه الوعي الكاذب. فعلا احنا طول الوقت بحاجه لخلق صوره فوق الواقع، والصوره دي مره بيروجها بالفيلم ومره بالقصصات اللي فجاه كل صفحات الحوادث اشتغلت على تحرش كاننا في افلام بورنو، وده غريب على واقعنا يخضنا يعني مش بتاعنا ده. يعني مصر طول عمرها زيها زي اي مجتمع ممكن يبقى فيه تجاوزات، بس التجاوزات عندنا لان المجتمع له شخصيته، هو مش غائب حتى في لحظات ضعفه. فكره الوعي الكاذب وخلق واقع فوق الواقع بيفرضه، الحكايه دي لمستها في الفيلم، لان ده هيخليني اسالك مين مهند. دي موجوده، وزي ما قلت لحضرتك هو لعب على فكره الاستثاره، معنى ان هو بيعمل الاستثاره دي للفئه العمريه اللي احنا اتكلمنا فيها واتفقنا عليها اللي هي مجموعه الشباب من 13 ل 20 مثلا، ل 20 وممكن توصل لغايه 25 سنه. تمام تمام. طيب بما ان بعمل له استثاره، بما ان انا ببتدي اخلق الـ 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 الواقع ده، تمام. الحاجه الثانيه، طيب انا هخلق الواقع ده مع شخص انا بكلمه من بعيد، فانا لازم اعرفه ادوات الواقع ده ايه. فهو عرفه الادوات بتاعه الواقع ده كاميرا بشكل معين اللي هي الساعه او القلم او الميداليه، تمام. طيب ايه الاداه الثانيه؟ ده بيوصل رسائل زي مكالمه مرسي في الاحداثيه بتاع وادي النطرون بالظبط. هو عارف حضرتك فاكره لما كنا اتكلمنا على فكره ان هو بيمهد الارض وبيشكل وعي الناس وبيحفزهم او بيستثيرهم لفعل معين؟ هو ده بقى اللي مهند بيعمله، ان هو جه قال له طيب انت معاك الكاميرا ومعاك الساعه ومعاك القلم، خلاص. وهتنزل هتشتغل على الارض بالشكل معين وهتصور بشكل معين، على الرغم ان مهند منزلش وكله متاخد من يوتيوب واركايف يعني، تمام. طيب هتشتغل على ايه؟ في موقع عندك اسمه كذا، الموقع ده هتدخل عليه الصور وهتحلل عليه وهيفيدك بالشكل الفلاني. فهو خلق من كل شاب من دول جاسوس ضد بلده. طيب الحاجه الثانيه، لو انت اخمه مينا خلينا نحط الفيديو عشان المواطن يقدر يتابع معانا بعد اذن. لو انت اخ مهند حد يعني قلبك على البلد قوي كده وحد يعني وطني جدا، انت في اول الفيلم جيت قلت ارحموا الجيش، يعني تنحى بيقول بيكلم مبارك بيقول له تنحى وارحم الجيش، تمام. طب يعني انت قلبك على الجيش، اذا انت وطني. بتيجي بعد كده تنقلب على ده، بتنقلب على الجيش وبتنزل احداث العباسيه الاولى والكلام ده كله. طيب انا بس عايز استوقفك لانه اللي انت قلته بالظبط احنا من الاجزاء اللي احنا عايزين نعرضها من الفيلم، اللي ليها علاقه بفكره ازاي بنشحن الشباب ونملكهم الادوات. ليه؟ علشان المعادله دي الاتنين دول زائد بعض يساووا وعي كاذب، وبتديله توهم انه اصبح صانع افلام تسجيليه، هو بقى مخرج مهم، هو بقى بطل. فممكن اي حد يتعلم يصور ويبقى فرحان جدا انه اتقن مهارة التصوير ويدخل في الطريق ده. خلونا نبص بس ازاي في الفيلم مش في التقرير، ازاي المندس هو اداة لتمكين الشباب بالادوات اللي تمكنهم من صناعة الوعي الكاذب بالعقل الخفي اللي هما مش عارفينه، اللي هي ادارة التنظيم اللي بتتحكم في كل المنتج اللي بيجي من الارض. خلونا نشوف. خلال الفترة دي كلها في مرحلة ما حصلت لي ان انا عرفت اوصل للهيدن كام وابتديت اشتغل بيها. طبعا كان ساعتها ايه، كنت انا ساعتها شغال بالهيدن كام اللي هي الساعة اللي بتصور، وكان معايا كاميرا تانية صغيرة كده للطوارئ، هي مجرد مثلا بتسجل ساعتين وبقدر اخبيها زي ميدالية الميدالية كده. فالهيدن كاميرا سواء الساعة او الحاجات اللي كنت بشتغل بيها اللي بتصور دي اتاحت لي فرصة ان انا اصور حاجات ما كنتش عارف اصورها قبل كده. يعني انت وانت في وسط بلطجية انت مستحيل ان انت تطلع كاميرا وتصور، حتى لو انت عامل انك بتصور اللي بيضربوا البلطجية. هو ده اللي انت ضربته؟ لا ده اللي كلمت كده بس قلعه. كان في هدفين في كل مره بنزل فيهم مظاهرات زي دي متنكر.
الهدف الاولاني لو انا معايا كاميرا او معايا هيدن كام مخبيها بصور بيها ناس معينه، لو حد مثلا من اللي بيعملوا مناقصه او الناس المهمه وانا عارف مين هم الناس المهمه، فابتدي اقف جنبهم اسمع حكايه اسمع جمله اعرف هم ساكنين فين اساميهم ايه. في نفس الوقت في فرق كبير بين انك تشوف شخص موجود على الكمبيوتر هو عباره عن صوره وانك تشوفه على الحقيقه. لما بتشوفه على الحقيقه وبتشوفه من اكتر من زاويه وبتقدر تعرف حجمه واكتر اللبس اللي بيلبسه وهكذا، بتبقى سهل قوي ان انت تتعرف عليه في الصور، حتى لو هو لبس شكل مختلف، لبس نظاره لبس كاب، الساعات بيكسر ما بيتعرفش على الناس اللي بنظاره او بكاب. ففي الحاله دي بساعده، انا بساعد بيكسر انه يقول ان هو الشخص الفلاني ده هو هو ده. طبعا كل مره بنزل فيها وكل مفاعليه هم بيعملوها كنت بجمع الداتا بتاعتها. طيب هفكركم بس ان مهند قال ان هو مهندس كمبيوتر، وان ضيوف الكرام قالوا ان في موقع محدد هو اللي بيترفع عليه الماده. الموقع ده هو جهاز الاستخبارات الكبير اللي الكل بيجي يرمي في الشباك بتاعه، اللي هو قاله دلوقتي اللي هو بكاسة. طيب اللي انتوا سمعتوه واحنا نازلين منفعلين ب28 واحنا نازلين بنناضل علشان نسقط حسني مبارك، كان جزء اساسي من مشروعنا ان احنا ندور على الوشوش ونصورها، نكون معنيين بطريقة لبس الناس مع بعض علشان لما نحطهم الصور تتعرف على بعض وفقا للسوفت وير بتاع البرنامج بتاع بيكاسا ده. الأدوات اللي بتتقال دي، لأن هلاقي واحد متحزلق يقول لي أنت فاكرة أنه الهيدن كاميرا الكاميرا الخفية دي حاجة يعني مهمة؟ أقول له لا ما نعرفها، يعني حد بيقعد يعمل تشات مع كاميرا صغيرة بقى فيها أشكال وألوان. البيوت اللي بتعتمد على وجود مساعدات في المنزل وعندهم أطفال بيحبوا يتابعوا شغل ولادهم، فبيركبوا أكتر من كاميرا صغيرة علشان يشوفوا هل الميد بتعرف تتعامل مع ولادهم بطريقة كويسة وبيتابعوها على التليفون. دي حاجات مش عجيبة يعني، لكن وأنا نازل مظاهرة أناضل من أجل بلدي، ولا أنا نازل بتكليف، نازل أخلق مشهد، نازل أرشف لشيء؟ طب مين اللي اداك التكليف؟ هل انت كنت معني بنقل الارض ولا خلق صوره في الارض؟ لان انت اللي بتختار الزاويه. امال يعني ايه كلمه مخرج؟ ما هو في مخرج ممكن يصورني زي ما حضراتكم شايفيني، وممكن مخرج تاني ياخدني في زاويه تانيه خالص فتشوفوني بطريقه تانيه. في حد اوكل اليه بهذا التكليف؟ ده اللي خلى استاذ مصطفى يقول ان الراجل ده كان نازل وعنده مهمه ما مهمه عمل بيشتغلها، وانه قلق من فكره انه بيعلم بيمكن الشباب الصغير اللي عنده رغبه انه يكون بطل انه يبقى سوبرمان بادوات بيحفظها له وكيفيه استخدامها، تمهيدا لان التجسس ده او خلينا نقول يعني كشف الوطن، خلينا نسميها بلغه العصر وما عادش فيه المصطلحات الكبيره بتاعت زمان، كشف الوطن لاي حد. وده اللي أنا عايز أنبهكم ليه. افتكروا في الحوار صيغة المعلومات، إيه المعلومات اللي كان معني بيها؟ بقف أسمع إيه، بشوف إيه، اللي لبس نظارة غير شكله، لبس هدوم شكله، الطريقة دي، الطريقة دي في جمع المعلومات. يعني أنت نازل تناضل ولا أنت نازل تعمل إيه؟ معلش أستأذنك بس كان لازم أوضح. لا 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 مفيش مشكلة، هي في جزئية بس بالنسبة للمعلومات، في حاجة تانية. أنت دلوقتي مثلا بتعرض أسماء ضباط، يعني زي ضابط الجيش اللي هو عرض اسمه، أنت عرفته منين؟ على الرغم ان مفيش التاج نيم اللي بيتحط على لبس الضباط، ده مش موجود. عرفت منين؟ عرفت منين دوت؟ في حين ان اسم ضابط الجيش محدش بيعرفه، وده راجل نازل خدمه بيأمن مكان، انت يبقى انت اشتغلت عليه، يبقى انت في حاجه معينه، يبقى انت ممول من الخارج وانت نازل بتمهد الارض. خلينا اقول مش لازم من الخارج، علشان انا مش عايزه يعني استفزهم، انا عايزاهم يوصل لهم المعلومه. عميد الشرطه العسكريه ده اللي هو يعني جاب اسمه، فعلا احنا الفيلم لم يقدم تبرير درامي يقول لنا هو عارف اسمه منين. لا انا عايز اقول لحضرتك هو بقى وكيل لحد هنا واخد تعليماته من شخصيه لوزعيه. بس انا خليني ااكد لحضرتك، ممكن اختلف معاكي ان هو لا ده واحد ممول من الخارج. ليه من الخارج؟ ما عندنا وكلاء. هقول لحضرتك ليه من الخارج. هقول لحضرتك ليه من الخارج وليه لا لا وليه والخارج ليه الناس بتوعه. أيوة على كده ارض يعني. الواقع ليه؟ لان الشغل اللي معمول في الفيلم دون هيرجعنا ورا شويه لنفس الدور اللي كان بيعمله فانديتا. فانديتا كان بيمهد الارض في 2005 ل 2011. مهند بالفيلم بتاعه هو بيمهد الارض لحاجه هتحصل وبشكل جديد. اما هما طول الوقت داليا مجاهد قالت وهي في الدوحه، قالت الثوره الثالثه جايه ومش هتكون سلميه،
وقعت كده في الخطأ يعني، وبعدين استدركت نفسها بالظبط. فهو بيمهد الأرض لحاجة هتحصل، ووقودها هم الشباب اللي من سن 17 لغاية سن 25 بأدوات جديدة وبشكل جديد، تمام. فإحنا لازم ندرك إحنا داخلين على إيه. من ضمن الحاجات اللي مهند عملها، تمام، إن هو بيصدر فكرة البلطجي بيوازي الأمن، أو الأمن هو البلطجي. آه ساوى ما بينهم، ما عرفنيش، ما ادانيش تعريف. وجي هلاقيه في أحداث ماسبيرو جي بيقول إيه، الشرطة العسكرية والشرطة والبلطجية إيد واحدة. معلش قولها تاني. الشرطة العسكرية والشرطة اللي هي الشرطة المدنية والبلطجية إيد واحدة. إيد واحدة. إيد واحدة. وهنا هو عايز يرسخ لصورة ذهنية عكس منظومة الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة. استخدم فيه إيه بقى؟ هو استخدم شعار كان بيتقال وقتها، الجيش والشعب إيد واحدة. إيد واحدة. فهو راح جاي مستخدم الجيش علشان يلعب على نفس الصوت في الأذن بالظبط، فيبقى الكلمة محفوظة، الإيقاع بالظبط. طيب عشان يأكد الجملة دي عمل إيه؟ جاب واحد من اللي اتضربوا في ماسبيرو، وهو ما اتضربش، هو الراجل طلع يجري، كان بيحدف طوب وحاجات كده على الشرطة وعلى قوات الأمن والجيش، فلما طلعوا يجري وراه طلع جري وقع وشه جه في الرصيف اتخبطت، فاتخبط فاتقلب، فراحوا جايين ماسكينه قوات الأمن وشايله. فراح جاي قايل الجملة دي، في حين لو احنا حللنا الصورة هلاقي ان الشرطه ما ضربتوش وان الجيش ما ضربوش، هو مجرد ان الراجل ده طلع جري وهم طلعوا جري وراه ومسكوه. ممكن يكون المسكه فيها عنف وحقهم، انت رايح بتخرب منشآت البلد ومش من حقك ان انت تعمل كده. فراح جاي مطلع الشعار ده، فهو بيصدر افكار وبيحاول يلعب بالصوره، بس هو للاسف الصوره بتاعته ما بتدعموش لان هو مسروقه بالظبط، وبالتالي مش هو اللي صورها في الواقع. هو كان معني اكتر ببعض الحتت اللي عرف يشتغل عليها بمفهوم الصورة المصنعة، الساعة ازاي يولي الادوات بقى اللي الأدوات. هو عايز يلعب عليها، اللي هو بيقول للشباب يلعبوا عليها. طب خلينا اسمع المهندس مروان اتفضل. بص يا عم، انا هرجعك للوعي الكاذب بقى، بيتعمل ازاي الحاجات دي. هو دلوقتي الراجل ده وقع صح كده، اتخبط في الرصيف، وبعد كده راجل ضربه عصايه واحده وبص لقى وشه دم، راح التانيين محاوطينه وبيحاولوا عاوزين ياخدوه عشان ياخدوه على الاسم. تلاقي بعد كده قطعه من تلفزيون، حرام عليكو مش عارف ايه، فيرسخ لك الصوره دي في القصه دي ان هي عنف مفرط كذا 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 كذا، وفي وارد يكون العنف ما كملش. حلو جدا. تيجي يعني في النظريات دي بتستخدم اللي هو تحريك العقل الجامعي والجماهير الكبيره، ان انت تخلقي لهم قضيه. ما تيجي تتكلمي برضو على الواقع اللي بيخلقوه. اول حاجه هو بيخاطب زي ما اتفقنا بمجموعه معينه. اول حاجه ما تيجي تصنعي الواقع بتاعك، انت عندك ميول، فلازم الواقع ده يتماشى مع ميولك. طبعا كويس. فهو بيخاطب المجموعه دي، فبيخاطبهم مع ميولهم. انا بكلم ثور، ما بكلمش اخوان دلوقتي ولا مرسي. ده مرسي كان يا عيني راجل من قوسين يعني اهبل مثلا، وبيتجسسوا عليه في القصر ومش عارف يعيش في القصر من كتر ما الدوله بتتجسس عليه. يجي تاني حاجه يخليك تشتغلي بالتكرار عشان ياكد لك الحقيقه من خلال مجموعه اخرى من المنتمين لنفس الفكر، فيفضل الشير والكلام ده. تلاقي حتى بوستات الاخوان في ثانيه 500,000. بتجيبوها ازاي يا جماعه 500,000؟ اليوتيوب ما بيعدش الا تاني يوم، يعني ده اللي بيجنني ساعات. اليوتيوب بيبدا يعد لك العد الحقيقي تاني يوم لاي حاجه بومينج كبير. تلاقي اليوتيوب بيعد لهم من بسرعه جدا، عندهم اليات يخلقوا عندك الوعي. لنفرض انت لو شفت فيديو حضرتك عليه 25 مشاهد وفيديو عليه 25,000,000 مشاهد، هشوف ال 25 مليون، هقول الحقيقه في ال 25,000,000. نظريات دي اللي هم بيستخدموها نظريات استخباراتيه كامله، زي دي نظريه بتاعه جون ناش اللي هو بتاعه الحمامه وتغيير تغيير الكلمه، ازاي تبقى البرتقانه تبقى اسمها تفاحه بعد كام سنه. اللعبه كلها على 16 سنه الى، يمكن يعني اختلف مع حضرتك، اكبر واحد فيهم 22، دول اللي لعبوا عليهم. هيعملوا لهم وعي ليهم غير وعينا. انتم دوله العسكر والناس على حس البيضه، وكانوا بيقولوا عليه كده، ده اللي هم شغالين ونحن عليه. ونحن الدوله الاخرى اللي عندنا وعي مختلف، قناعه مختلف. انا حتى عندي تعريف للدوله غيرك، عندي تعريف للعنف غيرك، عندي تعريف للحقيقه غيرك. ده فضل لذلك انا مديك مبرر ان انت كل شايفه كذب. عاوز تشوف الحقيقه حضرتك بقى، ما توقفش في الثوره، روح اقف بقى مع المتظاهرين التانيين والبس ساعه وحط نظاره، ولهذا انت مش شايف الحقيقه، فجيب زباين جداد لهذا الوعي. يعني قصه ان انا قاعد ادي لك فيلم كبير قوي ان انا عشان اشوف الحقيقه، يا عم عدي الناحيه التانيه من المظاهره واسمع، مش قصه يعني.
ان انت عشان تشوف الحقيقه اللي هي بتاعتنا الجديده دي لابد ان انت تعمل عده اجراءات عديده جدا. 99.9% مش عاملها، بس انا قلقانه بس نفسه في الحقيقه دي. فاقول لك اوكي انا مع الحقيقه دي. فالخطر اللي هم بيعملوه دلوقتي خطر ده، من هو بيعمل الناس دي بايه؟ جيشه. انا نحن وهو هو بيعمل لها وعي، يعني اللي عمله حسن البنا زمان بطريقه هو بيعمله بالادوات الحديثه جديد وبناس جديده. وانا اللي انا شايفه من القراءه للمشهد اللي هو بيقوله، هو عاوز يعبي جوه كميه عنف غير عاديه. وحتى تعبئه العنف ضد الاخرين ان هم ازاي واقفين ضدنا، واخد بالك؟ اللي هو الحق المطلق اللي هو عنده. خليني مثلا عاوز ادي الناس مثلا على الوعي بتاع الوعي الكاذب ده عشان الناس تفتكر. يوم الجمل احنا كنا بنتفرج على التلفزيون، صح؟ مرعوبين، وانا كنت راجل مخضوض، ايه ده؟ ايه كميه الضرب دي؟ ايه الدم ده؟ ايه التصوير ده؟ ومشاهد فيلم حربي. كويس، شهداء الجمل، شهداء الجمل، شهداء الجمل. اكتشفنا في الاخر ان هم كام شهيد، وكنا في التلفزيونات خلينا سقط الان 28 قتيل، مش عارف ايه، 32 42، ان كنا متوقع خلص اليوم على 182 وما بينت حاجه و 802. اما وزاره الصحه اعلنت بقى الشهداء كانوا كام؟ كانوا 3، واحد في الميدان، واحد كان مات الصبح قبل الجمل، واحد على كوبري قصر النيل. الوعي اتخلق منين بقى حضرتك؟ من كتر الصوره اللي انت قاعده تشوفيها دي وتكرارها، وقابليتك انت لقبول واقع تاني، ان انت مش عاجبك اساسا حكم مبارك، واخده بالك حضرتك؟ فصنعت لك وعي انها كانت مجزره، في حينها كانت ايه؟ منها خناقه وسيئه، وكلنا يعني بغض النظر، انت خلقت لك المجزره ان انا لازم اروح انتقم، واللي ادت بسبب الوعي الكاذب بتاع يوم الجمل لاستكمال ما جاء بعد. طيب خليني اتوقف معكم عند النقطة دي، وخلونا نفكر بعض على الأقل بطريقة استخدام التكنولوجيا بتاعتهم دي، لأنها مرعبة بجد، ولأنها بتستخدم الآن بصورة كبيرة جدا، يعني في شرخ ما كده هم بيشتغلوا عليه. هخرج فاصل سريع ونرجع نكمل مع بعض. طيب ما نحاول اوصل لاي حد من رئاسه الجمهوريه، ادي له كل المعلومات دي واقول له المجموعات دي كانت بتشتغل ازاي ومكمله ازاي، وهم يكملوا وراهم تحريات لغايه ما يعرفوا الناس دي الرؤوس الكبيره ايه، بحيث انهم المجموعه اللي بتحاول تفشلهم دي يبتدوا يتحكموا فيها او يشوفوا هي بتعمل ايه. ابتديت اشوف صحابي اللي ليهم علاقه بالاسلاميين، لقيت واحد صاحبي كلمته، هو كلم حد طبعا انا مش هقول اسمه، فكلمته فقال لي هنشوف لك، احنا مش هينفع ندخلك القصر الاتحاديه لانه متراقب، خلينا نقابلك في مكان قريب من بيت مرسي. قال لي قال لي والله كده، قال لي قصر الاتحاديه متراقب. بعد كده كلمني تاني يوم الصبح قال لي ايه؟ قال لي لا خلاص ظبطنا في الاتحاديه. طبعا انا كنت يوميها مرعوب، اولا ان انا طبعا انا خايف من الاخوان ومش عارف ايه اللي هيحصل، وداخل لهم ومسلم لهم الدنيا. وقررت ان انا ادخل معايا كاميراتي الهيدن، ادخل بيها جوه. كان معايا ساعتها الساعه، وكان معايا كاميرا تانية صغيره كده قد حجر القلم، لنفترض ان انا اديتهم الداتا وخرجت. بعد كده قالوا لي لا احنا ما خدناش منك حاجه، فساعتها يكون ده متصور. والسبب التاني في ده ان انا كنت عايز اعرف، هو قال لي قبلها بيوم ان قصر الاتحاديه متراقب، هو انت ازاي رئيس جمهوريه قاعد في مكان مراقب وهو ما عندوش كنترول عليه؟ فقلت لو انا عرفت ادخل بالكاميرات دي يبقى كده خلاص، احنا كده هم كده ما عندهمش اي سيطره على القصر، وكده احنا يعني البلد كلها متسلمه. فتشوني، خدوا مني موبايلات وسابوا الشنطه. بعدين دخلت فتشت تاني، فتشوني تفتيش يعني، طلعوا كل حاجه وما خدش باله من الكاميرا اللي هي الشكل اللي انا، ودخلت بالكاميرتين. دخلت قعدت مع مجموعه جوه، كان من ضمنها ناس في ديوان عام الجمهوريه. المهم انا قعدت معاهم جوه بالظبط ساعتين ال 10 دقائق. هو طبعا استغرب جدا ان انا ازاي انا شخص لوحده وعمل كل ده. قلت له دول فلان، دول بيتعاملوا مع العسكر، دول اللي اعتدوا على حمل الكاذبون، المجموعات دي بتشتغل بالطريقه الفلانيه وكده. فهو قال لي انا يهمني العسكريين، يهمني العسكريين دلوقتي تقول لي ايه اللي كان بيعتدي على المتظاهرين او كان بيتعاون مع الفلول، هتقول لي مين دول
انا عايز كل صورهم كل البيانات عنهم. قلت له طب والباقي؟ فقال لي الباقي ما دام متظاهرين بيعبروا عن رايهم، يعني حتى لو هم فلول او اسفين يا ريس، ما دام بيعبروا عن رايهم خلاص ما فيش مشكله. قلت له بس في منهم ناس بيفتعلوا اعمال عنف وفي منهم ضربوا ناس وكده. قال يعني ايه دي هنسيبها للشرطه. ساعتها انا قلت له طيب يعني انا يعني قلت له انتوا اعملوا يعني مش الشرطه مش هتجيب لكم الكلام ده. فقلت له انتوا اعملوا مجموعه دي من الشباب تنزل في وسط المتظاهرين تصور اللي هيعمل اعمال عنف، وهقول لكم ازاي تعملوا القصه دي كلها وايه الكاميرات اللي تجيبوها وتجيبوها ازاي والشغل ده يشتغل ازاي، بحيث ان انتوا لو حصل اعمال عنف حصلت تبقوا عارفين مين اللي عملها وتتحروا على الناس اللي انا مديها لكم دي. فقال لي لا ده وظيفه الشرطه ومش عايزين نعمل اي حاجه يعني تبان مثيره كده وفيها. المشكله ان هو لو كانوا اخذوا مني الداتا دي وكانوا تحروا عنهم، دول ناس بتشتغل على الارض، يعني كل الداتا اللي معايا دي ناس بتشتغل على الارض. لو كان هو تحرى وفضل يمشي ورا الخيوط دهيت كان وصل لناس كتير جدا، هي اللي وصلتنا للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا نرجع تاني الحكم العسكري. وانا متاكد من كونر ان هو ما قدرش حجم المشكله اللي ممكن المجموعات دي تعملها في الفتره الزمنيه اللي حصلت بعد كده. انا بضحك علشان بس يعني جوهر الفيلم بان، يعني انا ممكن اعلمهم وانزلهم وكده. انتوا فاكرين المشهد بتاع ميليشيات مرسي واهله وعشيرته لما كانوا بكروش ولابسين مشمرين رجليهم بطريقه مقرفه كده وبيجروا قدام قصر الاتحاديه بعد ما عملوا الاربعاء الاسود؟ فاكرين لما قالوا جبنا نستو كمان وتفاح والجو الكئيب ده بتاعهم؟ يعني والله العظيم حاجة تضحك. الحمد لله يا رب ان احنا خلصنا. خليني ابدأ مع المهندس مروان وسريعا عشان الوقت، عشان انا عايزة نسمع تعليق قبل ما وقتنا يخلص على التقرير. طبعا انا الاخر حتة اللي بتاعت قصر الاتحادية دي كان في جملة قالها بس ما تقريتش في التقرير، قالها غالبا هم كانوا مرتبين كده كويس، اللي هي فكرة الانقلاب، ترسيخ فكرة ان كل اللي انتوا اتعمل فينا يا جماعة ده كان مرتب ومش عارف ايه عشان يمشوا هذا الرجل اللي في نظره يعني رجل غلبان وطيب. ومسكين ومش بس يعني طلعهم ابرياء من كل شيء بالظبط كده. حاجة تانية طبعا عاوز اعلق على الفيديوهات اللي هي من النوعية دي، يا شباب مصر هينزل كتير قوي من الحاجات دي محاولات ان يعمل القصص دي. احنا بقى عندنا دورنا كدولة نعمل ايه؟ لابد ان احنا نبدأ نبص للمجموعات دي بصة تانية. المجموعات دي مش ان انا بس اشغلكوا، لا بس مش عارف ايه، طب اديكوا مشروع، لا يا جماعة لازم نبدأ نشتغل معاهم ثقافيا وفي التعليم وفي كل حاجة بطريقتهم مش بطريقتي. مش انا اللي انا عاوز اوصل المعلومة بالشكل الفلاني فهروح اعمل لك حاجة اقحمها لك غصب عنك اغنية او ما شابه او كلام زي كده. الناس دي حتيجي لو دخلت عالم موازي. احنا النهاردة الاغلبية باكتساح، بعد 10 سنين مش اغلبية هم قادرين على الحركة، بعد 20 سنة هم الاغلبيه بالساحه. فلو انت عاوز تنقذ مصر، انا مش بنقذ مصر النهارده عشان اعيش كويس واروح اصيف، انا بتكلم على انقاذ بلد. لو انا بتكلم بقى حقيقي على الموضوع ده او على المشروع ده، لابد ان انا انظر لانقاذ بلد 100 سنه 50 سنه وانت ماشي، مش ان انا احل المشكله ان انا الاكثريه الان فانا في الغير احنا الاغلبون يعني. الناس دي لازم تتحرك معاها بطريقتها بشغلها بالكلام زي كده. فعش فيلم زي المندس والحاجات اللي على اليوتيوب دي تشوفي كل حاجات الاخوان فوق المليون فيور، وتشوفي حاجتنا احنا 200 و300 الف، مين اللي بيعمل الكلام ده؟ واخد بال حضرتك المصداقيه بتاعت الواد الصغير اللي عنده 16 سنه ولا 15 سنه ولا 10 من اول 12 سنه بيتابع على تويتر مين اللي عنده فولور اكتر؟ بيقول لك ده مصداقيته اعلى، الفيديو اللي متشاف اكتر هو اللي بيفتحه الاول. انت لما تخش يعني مثلا تخش تتفرج على الانترنت، انت تفتحي مثلا عاوزه اغنيه، لنفرض اغنيه حاجه بسيطه جدا، لقيتي 7 10 مترتبين، بتشوفي الاعلى مشاهده وبتفتحيها، صح ولا لا؟ القصص دي ناس بتعملها ناس مذاكرة بتقرا كويس كويس، بتقرا كويس وبتنفذها باقل الادوات. احنا كدوله فين من القصص دي بقى؟ طيب هرجع لاستاذ مصطفى وبرده بشكل فني. انا حسيت انه في المقطع ده بانه برغم انه بيتكلم على الاتحاديه والرئيس وحاجات كتير تضحك، يعني قال ازاي ادخل واتفتشت كويس جدا، يعني بيقول الكلمه وعكسها، لكن قدر يعمل مجموعه توصيفات للمشهدين اللي هو بيشتغل عليهم من اللحظة الأولى في الفيلم، اللي هو الناس الثورجية من وجهة نظره الحق، ما هو في ثوري هو موظف شايفه ثوري أي كلام، وفي بلطجي وفي ثوري حقيقي. الثوري الحقيقي من وجهة نظره في الفيلم هو طلعه البريء المخلص
وانا هنا بقى مش مهتمه بس بده، انا عايزاك تقول لي وتقول للمشاهدين، هو احنا من حقنا حتى في الفن انه نبقى فوق المجتمع ونبقى احنا قضاة المجتمع ونخترق الخصوصيه؟ يعني هو ادى لنفسه الحق يصور بني ادمين ويجمع صورهم ويطبعها ومحدش قال له عيب؟ ده الناس قالت الداخليه هتشوف الفيسبوك في المواقع الخطيره، الناس قامت ما قعدتش. طب ده مواطن مصري صورنا كلنا، مين ده؟ عنده ترخيص؟ هو ده معمول بيه في اي حته في الدنيا؟ ومش بس كده، ده ما اكتفاش، ده هو خد حكم قيمي مع نفسه ان اللي ساكن في اصل الاتحاديه من وجهه نظره هو الصح، فراح سلمه ملف وقال له تتبعهم انت هتوصل للحل. دول موالين للعسكر. انا مش قادره اصدق، يعني احنا قدام النماذج التعسه اللي بتدي لنفسها فكره انها سلطه فوق المجتمع. لا، هو اولا اللي عامله ده خلينا نعترف ان هو ده مش فيلم تسجيلي اساسا. يعني لو هو يعني الجزيره مروجه ان ده فيلم تسجيلي، ده مش فيلم تسجيلي، ده معمول، ده يعني نقدر نقول عليه ايه، لعب عيال. ماشي، ماده في المية. واحد نازل جايب فيديوهات ومقطعها بشكل معين، عامل سيكونس، هو بيعمل وعايز يوصل ده. عايز يوصل رساله معينه. الرساله المعينه دي هو لخصها في جمله، كشف فيها نفسه وكشف فيها هو جاي يعمل ايه. كشف نفسه لما جه في الفيلم قال كل ما تقرب من عدوك كل ما تقدر تفضحه. خلاص، هو كده كشف مين مهند، كشف مهمته. لما قال انا مهمتي ان انا انزل احداث العباسيه وانزل احداث مش عارف ايه وانزل احداث ايه، هي دي مهمته. وبالتالي بما انه هو راجل زي ما بيدعي الوطنيه، لو ان دون بالمشهد الاخير اللي احنا شفناه مش هنلاقيه، لو انت راجل وطني قوي ليه ما خدتش الملف اللي معاك ده بالصور اللي معاك دي كلها وطلعت بيها على جهاز المخابرات اللي هو الجهه المنوط بيها معلومات على الاقل؟ لو انت يعني انت كاره الجيش وكاره الداخليه وشايف عندهم سلبيات، ماشي يا سيدي احنا معاك، خدتش بقى طلعت بقى على جهاز المخابرات؟ خاصه انه طول الوقت ماشي ياكد لنا انه ملوش علاقه بالاسلاميين، صديق الاسلامي. طبعا سبحان الله بيبقى عندهم ملامح بتخليهم كلهم شبه بعض في الاخر من كتر تغييب العقل، فبتلاقي العين المنكفئه والودان المدلدله والخدود المنفوخه، عندهم ملامح كده جسديه. والله أيوة، في حاجه غريبه بتحصل. أيوة، لشكلهم تلاقي كلهم بياخدوا شكل شبه بعض. ايوه، ما هم اسطمبه كده، ما هو دماغهم برمجه واحده، فهيبقوا كلهم العقل الباطن بتاعهم وانفعالاتهم كلها يعني واخده شكل واحد. وردود افعالهم كلها واحده، وهنلاقيها في 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 الاخ مهند. يعني هو الاسطمبه دي. هو قال انا مش اسلامي طول الوقت، انا مش منهم بس انا بحبهم يعني. وفي الفيلم برضو عشان الكذاب لازم يبان بيقول ان اتصاب في رجليه في فض رابعه، وبعدها ده هو هنا وقع يعني رهيبه جدا تدينه وتكشفه اساسا. يعني غير ان هو الفكره اللي حضرتك اتكلمتي عليها ارجع لها، ان هو تدخل في حياه الناس وكشف الناس وكلام من ده، مش من حقه خالص. ده مش من حقه، وقانونا ده مش من حقه، مش من حقه تماما. طبع صورنا وعلقها على الحيط ويعاقب عليه. ارجع الحته دي ويعاقب عليه، في حين ان هو كان التزم بيها في بدايه الفيلم، لان هو بنى الفيلم بتاعه على الفلاش باك اللي هو بدا من الاخر للاول. ففي الاول بيقول نظرا للقوانين الدوليه انا مش هقدر اكشف وشوش الناس اللي انا جايبهم ومش هتكلم عنهم. بس كشفت؟ لا لا لا، ما كشفهمش. الناس اللي هم راح لهم الاتحاديه، هو بدا اول مشهد في الفيلم مشهد الاتحاديه والناس وهو قاعد معاهم. ما كشفهمش. ايوه بس كشف لنا وشوش النشطاء او المتظاهرين بالزبط. اللي هو شاف ان دول بقى هو محتاج يموتهم، دول وحشين مش عاجبينه. دي مهمة قوي، دي اهم حاجة. ده هو ادى لنفسه الحق يصنفنا. لو شافني في الميدان من وجهة نظره في موقف ما، هو صنفني من اللحظة الاولى من غير ما يفهم ولا حاجة. ما هو ده بقى اللي هو عايز يعمله. ما هو كشف ليه؟ هو دلوقتي بيدرب واحد عن بعد، انا بأهله، فانا بقول له انت هتعمل ده ازاي، ان انت هتنزل هتجيب الكاميرا بتاعتك وهتعملها بشكل الفلاني وهتجيب الهيدن كام وهتلبسها او هتخليها معاك وهتنزل وهتصور وهتاخد الصور دي وهترفعها على الموقع بيكاسا، الموقع ده هيحللها لك، هتاخدها انت تبتدي تجمع الصور دي وتعمل زي تيبل كده تحط عليها الصور دي وتعرف الناس دي وتبتدي تخش. هو حاطط، هو عامل منهج. بس ده تنظيم بطريقه اخرى. يعني لو تنظيم حسن البنا بطريقه السفين واللون الاخضر والجو ده ما بقاش موضه الالفيه الثالثه، هو بيعمل لي تنظيم من نوع اخر. استخدام للتكنولوجيا. وتنظيم بقى أسوأ لأنه دولي من اللحظة الأولى. ده احنا مش بنتفيل، مش بتعمل لنا فايلات هنا، لا ده احنا على الانترنت. حضرتك انت عارفة حضرتك الأدوات اللي هو بيشتغل عليها أو بيعلمها للناس ايه بشكل كده ملخص وسريع قوي؟ أول حاجة اللي احنا قلناهم اللي هي الكاميرا،
وازاي ان انت تنزل المواقع وتختار المواقع وتصور ازاي والكلام ده كله. الفكرة التانية فكرة التنكر، ازاي ان انت تتنكر على الرغم ان مهند ده ما تنكرش، لان انت لو متنكر او عملت كده فعلا وعايز تطلع نفسك البطل الاوحد على الرغم ان هو كان معاه مجموعة بتشتغل معاه على ارض الواقع، مش هو اللي قايم بكل ده لوحده، كنت جبت شطات. طيب خليني اسمع تعليقات بقى سريعة. انا مهتمة جدا بالتقرير الاماراتي لانه زعلانة ان احنا ما اهتمناش يعني نفند المسألة، وراحت تتبعت الحساب الشخصي بتاعه وامتى قفله وامتى اكتبه وعايش في قطر وموقع الهدهد ومين الادمن وازاي الهدهد كان بيخدم. وده علشان لما بنقول للسادة المشاهدين ان اللجان الالكترونية اللي شغالة حتى فكرة التحرش دي ركزوا بس فيها شوية، ونوعية الناس ونوعية الصور ونوعية التصوير، ولو ركزتوا حتى في الزيارة بتاعت الرئيس قال فيها كلمة مهمة، هي كانت رسالة، هي ما كانتش زيارة زي ما شفتوها كده بعين مباشرة، دي كانت رسالة، ده عرض مصر اللي هيقرب منه. انتوا اخترتوا أرض المعركة الجديدة بس احنا قادرين ازاي على الرد فيها. التفاصيل اللي من النوع ده انا بقى محتاجة اسمع قبل الوقت بتاعي ما يخلص تعليق على ان الامارات هي اللي اشتغلت على فك المشهد. يعني الراجل صابر ده بتاع حادثة برضو الاتحادية اللي احنا فاكرينها يعني، وقتها ازاي ما هي زي مشهد الجمل ازاي تعاملنا اوه مصر بتتعرى بالظبط. هو انا اول حاجة بشيد بالفيديو بتاع الامارات حاجة جميلة جدا وتتبع قوي جدا، وجابوا شوية معلومات كمان فنية تثبت ان الكلام ده بالتعاون مع جوجل وفيسبوك ان هو عمل شوية اجراءات كده ما ينفعش يعملها الا ما يكون بيبعتهم رسمي وهم بيوافقوا عليه وعارفينه شخصيا. المهم انا متاكده الامارات بقى، خلينا نقول ليه الامارات عملت كده او احنا ليه ما عملناش كده، ده السؤال الاهم. احنا لو عندنا في مصر، انا دي رساله والله للحكومه القادمه، عمري ما بغمض عيني الحقيقه اختفت، انا مش شايف في حقيقه ان الناس دي شغاله، فانا لازم عندي اسلوب مواجهه حديث جدا على كل المستويات. انا عارف ان المواجهه الامنيه ربنا ينصرنا يا رب بنواجه واقفين كويس جدا، المواجهه في الاعلام مع الجيل بتاعنا ماشي 10 على 10، المواجهه مع الجيل الصغير لازم تشوفوا اليات مختلفه، مش هينفع تتعاملوا بشغلنا يا جماعه غمضوا عينيكم على فيلم المندس فكانه مش موجود. لا، فيلم المندس موجود وجايب 2.5 مليون مشاهد، غمضوا عينيكم على حتى لو فيهم جزء مش حقيقي، لان اللي على المشير ده اللي اسمه جوتيوب ولد كده الولد اقل فيديو جايب 700,000، مش هغمض عيني اقول مش موجود. ما هو ده المشروع الجديد بالظبط. انت الجزء ده من الشباب ايه ده الاغلبيه بعد 20 سنه حضرتك، فلازم نواجه الناس دي اجتماعيا، نبدا نتكلم معاها ونحطها قدام المشاهد بلاش يشوفوها. يعني انا بتمنى انه يبقى من حقي في البرنامج ده اعرض الجزء من جوتيوب يقول لما هم يشوفوا يبقوا فاهمين ايه ده بالظبط كده. انا امبارح اتصدمت، انا لقيت حاجه اسمها مكملين، دول شتيمه. الدوله المصريه لابد تكون دوله برو اكتيف اكتر من كده، وتبدا تتحرك استباقيا مع الجيل ده. الجيل ده لو تساب الفكره القديمه خطر، وبقول لهم تاني خطر خطر خطر، لازم تتحركوا بفكره. الامارات ده بالنسبه للامارات ومصر. انا بس عاوز تعليق عشان حضرتك قلت الوقت صغير، ماذا بعد الفيديو ده؟ احنا قلنا كلام لطيف قوي ان الفيديو ده بيعلم الناس يعملوا كده. ده جاب كام نفر، كام واحد من الناس اللي هو ضد الاخوان، اللي هم اهم 60 واحد ضد الاخوان. بعد كده مش طالع 20 واحد بهذا الشكل، هيجيبوا كمان 20 في 60، جاب لك لسته عارف يفايل المتظاهرين ضده هم مين وفين. فما يجي بعد كده للاسف الشديد اللي احنا عاوزين ننبه عليه، اما الجيل ده يكبر ويبدا يعمل هيعرف يعمل اغتيالاته، عارف مين دول ويقدر يعمل معاهم حاجه. طبعا احنا دلوقتي بدانا نفهم مين اللي قتلنا في التحرير، مين اللي كان بيقتل في محمد محمود. التحرير كان القتل انتقائي على فكره، ده عشان يعمل كذا وده، ما فيش واحد اتقتل صدفه. خد بالك اللي كانوا بيتقتلوا صدفه ومظاهراتنا لما بيحصل خناقات مع الاخوان بيحصل صدف، انما حدش اتقتل صدفه. واخد بالك حسين ابو ضيف ده تصيدوه يعني ما ينفعش. طيب ماشي. خليني اسمع من حضرتك برضو تعليق اخير على، انا مهتمه شويه بالتقرير وبالمواقع اللي تتبعوها بجد، وحسن في جهد غير عادي في استحداث، يعني هو خلق رد على الماده الفيلميه بتاعه الاخ مهند بانه جمع لنا الاشياء جنب بعضها مع المعلومات الحقيقيه في الارض علشان يرد انه ده حد كذاب بيقوم بدور ما. ده مظبوط. والفيلم ده رد، يعني حضرتك بتقولي ان احنا ليه ما عملناش، لا احنا عملنا. الفيديوهات اللي اتعملت بقى من بعد 30/6 وكشفت الاخوان وكشفت حقيقتهم، واللي اتعملت عن فض رابعه والنهضه وكانت فيديوهات صادقه، ده اكبر رد على موضوع مهند. والامارات بالفيلم اللي عملته
ده رد تاني بيكمل. يعني حضرتك لو حطيت الفيلم بتاع الامارات مع الفيديوهات بتاعتنا فالصورة كده انت بتردي عليهم. عشان كده فيلم مهند هتلاقيه هو جاب مشاهدات اتنين من اتنين. انا مش قلقانة لانه كان عندي حد خبير امن معلومات قال ان لو عايزة اجيب لك 5000 لايك ليكي دي بالدولار مش عارفة بتاخد كم. بالزبط. قال الرقم بس انا مش متذكرة. بالزبط. فبالتالي الناس مش كده. الناس بتتفرج وبتشوف من باب العلم مش شيء. لكن هل مهند اثر؟ ما اثرش. هو المشكلة بقى اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ماذا بعد اللي جاي بقى. يعني الفيلم ده هيأثر ازاي؟ طيب الغرب كيف قرأه سريعا؟ الغرب الفيديو ده بالنسبة لدول بيصنفوا تصنيف كامل للمتظاهرين اللي كانوا ضدهم وعاوزين يعملوا داتا بيز كاملة لكل الناس دي لان كل الناس هتخش على بيكاسا وتصور الصور اللي عندها وتجيب ناس وتسميهم وتبعتهم لاستاذ مهند. مهند يبعتهم لجهاز الاستخبارات اللي عنده فيعرف المحركين في طار الاخر مش هم مش اشرار يعني هم الناس اللي هم ضد فيعرف بعد كده الجيل ده لما يشوف الناس دي يعمل معهم حاجة. فأتمنى من أجهزتنا بقى كتير وحمل الناس دي. أستاذ مصطفى الغرب والناس دي بتتلقى ده إزاي؟ بس هي عندها جاهزية لاستيعابه. هي اللي عاملة ده أساسا. برافو عليك. هي اللي عاملة ده أساسا. ما أنا عشان كده قلت لحضرتك في الأول ده متمول وجاي من برة ومتدرب لو أن تدريبه كمان مش عالي. يعني هو تدريبه مش عالي هو اتدرب على حاجة معينة وبشكل معين. مين اللي الواقع ده قريب ليه وعاوز يصدقهم؟ فهم بيخاطبهم برضه. بس بشكركم حضرتك يعني بشكركم شكرا جزيلا. بشكر الاستاذ مصطفى فهمي نائب رئيس قسم السينما في جريده الاهرام نورتني. مستشار التخطيط السياسي المهندس مروان يونس كمان مبسوطه جدا باللقاء خاصه ان احنا بنقدر نرجع لواقعنا من نوافذ اخرى ربما نستطيع ان احنا نجتذب حد من الاجيال الصغيره. يعني بشكر كل زمايلي والحقيقه يعني بنجتهد قدر الإمكان إن ناخدكم للمساحات اللي بعيدة عن السؤال اللي بدأت بيه الحلقة. أنت رأيك إيه؟ الحكومة حلوة ولا الحكومة وحشة؟ عندي إجابة إضافية لكل اللي إحنا قلناه من بداية الحلقة. إحنا عندنا رئيس صوت له ملايين المصريين لديه رؤية، هو بحاجة لمنفذين لهذه الرؤية لأن ما عندناش لسه انتخابات برلمان. أرجو دايما لما نسمع الصياح والخناقات اللي من هذا النوع نعرف إن إحنا مكملين على ما بدأناه، ده حقه وفقا للدستور. الراجل ده جه منتخب وعنده رؤية وعنده مشروع وإحنا رحنا انتخبناه عليها. الرؤية والمشروع إحنا بحاجة الجهاز التنفيذي بيقوم بيها. الجهاز التنفيذي في ناس كملت ملفاتها نقول لها شكرا، في ناس سرعتها مش زي سرعة اللحظة ولا سرعة الرجل برضو بنقول لها شكرا، وكلنا هنكمل ونبني مع بعض لأن اللي جاي بتاعكو قولا واحدا، وربنا بيساعدنا على كشف كتير من اللي بيحصل حوالينا. إلى اللقاء.